بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: خاتمة في الرد على الأشاعرة ومن اغتر بهم وحكم أهل التهويل. قال رحمه الله: إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التهويل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين، أما بعد، فهذه الخاتمة مهمة لما اشتملت عليه من بيان إيرادات حول طريق المؤولة وما يورده كثير من الناس على طريق أهل الإثبات من أهل السنة والجماعة من إيرادات تتعلق بوجود التأويل في كثير من المسلمين وفي كثير من أهل العلم. وهذا الختم لهذه الرسالة في الحقيقة فائدته هو بيان طريقة التعامل الأمثل مع المخالف، وأنه ينبغي أن نفصل ونفرق بين الأقوال وقائليها. وهذا المنهج القويم منهج أصيل يدل عليه قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه سلف الأمة، من أنه ينبغي التفريق في الحكم بين القول والقائل، فقد يكون القول كفراً أو بدعة أو فسقا ولا يثبت هذا في حق من قال به، لأن إثبات هذه الأحكام في القائلين تحتاج إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع، تحتاج إلى نظر في توافر شروط انطباق الحكم وانتفاء الموانع. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتروى في مسألة التبديع قبل ذلك في مسألة التكفير والتبديع والتفسيق، والباب واحد يا إخواني. يقول قائل: التكفير أخطر. نقول: لا شك أنه أخطر من حيث النتيجة، لكن من حيث الوصول إلى الحكم بالكفر إذا كان الإنسان متساهلا في التبديع فسيؤول به الأمر إلى التساهل في التكفير، من كان متساهلا في التفسيق فإنه سيؤول به الأمر إلى التساهل في التبديع والتكفير. ولذلك هي نفسية واحدة وطريقة وآلية واحدة في الطريقة في التعامل. قد يقصرها الإنسان على التبديع أو على التفسير، لكن هذه الآلية التي فقدت تأصيلا علميا في التفسيق مثلا أو في التبديع مثلا، يوما من الأيام ستفقد نفس الآلية، ستفقد نفس ستوقع الإنسان في نفس الإشكالية في مسألة التكفير لفقدها التأصيل في التبديع والتفسير. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مناظرته لمن ناظره في مسألة الواسطية وما تضمنت كان يقول: وأنا من أشد الناس أن ينسب رجل إلى تفسيق أو تبديع أو تكفير. وهذا ينبغي أن يكون عليه الإنسان، لأن الباب واحد، فالذي يبدع في كل مسألة سيأتي يوم من الأيام ويفسق أو يكفر في مسائل من أفراد المسائل، كما أنه تساهل في التبديع فسيتساهل في التكفير والتفسيق. فينبغي التروي وضبط هذا الباب وإحكامه، وأفضل ما يحكم به الإنسان هذا الباب هو التفريق بين الأقوال وقائليها، وأنه لا يلزم من ثبوت الحكم في القول بكفر أو بدعة أو فسق أن يمتد ذلك إلى
أصحاب هذه الأقوال ومن قال بها. الشيخ رحمه الله في هذه الخاتمة أورد إرادا فقال إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل بما تقدم من الدلائل والبراهين. فمن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل أي في الجملة، وإلا هم من يصنف في مثبتة الصفات، وهم ينقسمون إلى الناس في الصفات ينقسمون إلى قسمين في الجملة، نفاة ومثبتة. النفاة هم الذين ينفون الصفات من المعتزلة والجهمية، والمثبتة هم الذين يثبتون الصفات وهم على درجات في الإثبات. فمنهم من يثبت كل ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله وهم أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومنهم من يثبت بعض الصفات دون بعض، وهؤلاء في الجملة يصنفون بأنهم من أهل الإثبات، ولذلك يسميهم جماعة من أهل العلم بمثبتة الصفات لكونهم قد اتفقوا على الأصل وهو أن الله تعالى يوصف بصفات، لكنهم اختلفوا فيما يثبت من هذه الصفات وما لا يثبت. نعم. يقول رحمه الله ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ هذا الإيراد الأول. وكيف يكون باطلا وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان؟ هذه ثلاث إيرادات أوردها المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بمذهب الأشاعرة. ننظر إلى جوابه رحمه الله. قال قلنا الجواب، قال رحمه الله قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل. هذا هو نفس المسلك الذي تقدم في الجواب في المنع والتسليم. المنع أنه لا نسلم، والجواب الثاني التسليم. قال لو سلمنا لما كان في ذلك دليلا على صحة الطريق، لأن العبرة بما كان عليه إجماع سلف الأمة لا بالنظر إلى أكثر الناس، فالكثرة ليست دليلا على الصحة في كل الأحوال، بل الدليل على الصحة هو ما كان عليه عمل سلف الأمة وما كان عليه عقد سلف الأمة. أما الأكثر فإن الأكثر قد يكون ضالا، ولا يعني هذا أنه تلازم أنه يلازم الكثرة الضلال، إنما المقصود أن الأكثر ليس معيارا ولا دليلا على الصحة، فقد يكون الصواب مع الأقل، وقد يكون الصواب مع الأكثر، لكن المرجع في التصويب والتخطئة هو موافقة ما كان عليه سلف الأمة مما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. طيب، هذا جواب الإرادة الأول، وهو هل العبرة بالأكثر؟ الجواب لا، ليس العبرة بالأكثر، إنما العبرة بما كان بما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة، ولذلك قال العبرة بالإجماع. طيب، هل يمكن يقال في الرد على هذا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله؟ الجواب لا، لأن هذه الكثرة ليست باعتبار عصر أو زمن، هذه الكثرة على امتداد الزمن، فكون الإنسان يستدل بهذه الآية على ضلال كثرة معينة ليس بصواب، لأنه قد تكون كثرة على صواب، فكيف تفعل بقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض؟ فالكثرة المذكورة في الآية ليست كثرة في زمان أو في مكان أو في ظرف أو في قول، إنما الكثرة عبر القرون وتوالي الدهور، فينبغي أن يعرف في الاستدلال، وأن مثل هذا لا يصلح في الاستدلال على بطلان،
إنما هو في بيان أن أكثر الناس في ضلال، كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما قال الله جل وعلا إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنون، وما كان أكثرهم مؤمنون، وكما قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. نعم، لكن هذا باعتبار امتداد الزمن، فلا يصلح الاستدلال على صواب كثرة في قول أو خطأ كثرة في قول. نعم. الجواب الثاني، الجواب على الإرادة الثاني، وهو كيف يكون باطلا، وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري. قال رحمه الله: والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له ثلاث مراحل ثلاث في العقيدة. طيب، الجواب جواب الشيخ رحمه الله على هذا الإيراد من جزئين. الجزء الأول: لو سلمنا أن هذا عقد أبي الحسن الأشعري فإنه لا يلزم من ذلك لا يلزم من ذلك صواب هذا القول، وأنه يجب اتباعه، لأن الأصل في الاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما جاء به وما كان عليه سلف الأمة، لا ما كان عليه إمام من الأئمة، فإن الأئمة بشر يخطئون ويصيبون، ولا أحد منهم يدعي العصمة لنفسه، كما أنه لم يدعيها لم يزعمها أحد من أهل الإسلام لعالم من العلماء مهما علت قدمه وحسن ذكره وارتفع نصيبه من العلم، ليس هناك معصوم من أفراد أئمة المسلمين، إنما العصمة في المجموع لا في الأفراد. ولذلك لو سلمنا أن هذا هو ما كان عليه فليس دليلا على الصواب، لكون الإمام قد يخطئ ويصيب، والأئمة يحكم على أقوالهم وأفعالهم، ولا تحكم أقوالهم وعقائدهم وتنصب حاكما على قول الله وقول رسوله. هذا القسم الأول. القسم الثاني: أن هؤلاء في الحقيقة لم يقتدوا اقتداء كاملا واتباعا تاما، لكونهم ما تأملوا ما كان عليه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله من آخر عقده ومنتهى ما توصل إليه. والشيخ رحمه الله ذكر لأبي الحسن ثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة اعتزال، والمرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال وبين الاعتزال المحض والسنة المحضة، والمرحلة الثالثة الفيئة إلى عقد أهل السنة والجماعة. هناك من يناقش في هذه المراحل ويقول إنها ليست منضبطة، وعلى كل حال كانت منضبطة أو لم تكن منضبطة، فأبو الحسن لم يكن على قول واحد في مسألة الاعتقاد، هذا مما لا شك فيه، فقد كان في أول الأمر على طريق المعتزلة ثم فاء وترك هذا ورد عليه. هل رجع رجوعا تاما كاملا، أم أنه توقف في مسائل، أم أنه توصل يعني كان بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة في قضايا، كل هذا مما يقبل النقاش، لكن المقصود أن الاتباع التام هو في طلب الحق، فإن أبا الحسن الأشعري لم يترك الاعتزال إلى غيره إلا بحثا عن الحق وطلبا لما دل عليه الكتاب والسنة. فإذا كان رحمه الله قد مضى في طريق طلب الحق إلى طريق لم يصل فيه إلى الحق على وجه الكمال، إنما وصل إلى بعض الحق، فينبغي أن نقتدي به لا فيما وصل إنما فيما سلك، فالاقتداء في المسلك لا في القول والرأي. وهذا مما ينبغي أن يتنبه إليه طلاب العلم، وفضلا عن العام أن يتنبه إليه عموم المسلمين، فضلا عن طلاب العلم الذين ينبغي أن يعتنوا
في من يأخذون عنه بالمناهج والطرق لا بالأفراد والأقوال والمسائل، فإن هذا لا يفيد كثيرا، إنما الذي يفيد هو أن نأخذ عن أهل العلم طلبهم للحق وسلوكهم في سبيله وسعيهم في تحصيله، لا ما توصلوا إليه وانتهى إليه قولهم، فإنهم قد ينتهون إلى مرجوح أو ينتهون إلى بعض الحقيقة لا إلى كلها. فينبغي التأسي بالمسلك والمنهج والطريق لا بالنتيجة والمحصلة التي توصلوا إليها بالضرورة، لكونهم قد لا يوفقون إلى الصواب في الصواب الكامل التام فيما توصلوا إليه. نعم. بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله طال فيما نقله عن شيخ الإسلام وغيره مما يتعلق بطريقة أبي الحسن الأشعري، ونقل أيضا عن ابن القيم وعن الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، ثم قال في نهاية المطاف: والأشعري وأبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره. قال رحمه الله: والأشعري وأبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. طيب، يقول رحمه الله: والأشعري أبو الحسن كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، هذا محصلة ما تقدم من نقول، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثم قال: ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا، لكن انتبه، إذا صرح بحصر قوله فيه، كان يقول قولي في كذا هو كذا وكذا، هذا طريق من الطرق التي يتبين بها قول الإنسان أخيرا، من السبل التي يتبين بها قول الإنسان أخيرا أن يقول رجعت عما كنت أقول به في كذا وكذا وقولي هو كذا وكذا. فهو إما أن يصرح بالرجوع، وإما أن يصرح بأن قوله كذا على وجه الحصر والتحديد. أما إذا قال قولا ثم قال غيره دون أن يصرح بالرجوع ودون أن يحصر قوله فيما قاله أخيرا، فإن هذا لا يعد رجوعا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذه مسألة ينبغي التنبه إليها في أقوال العلماء، سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الفقه أو في غيرها من المسائل، أنه لا يقال فلان قال أخيرا كذا أو قوله كذا وهو الذي رجع إليه أو رجع عن كذا بناء على أنه قال قولا آخر غير القول الأول، إنما يكون رجوعا إما بحصر القول في المتأخر أو بتصريحه أنه رجع عن قوله السابق. ولذلك تجد مثلا عن الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أقوال في مسألة من المسائل أو في مسائل عديدة، تجد لهم أقوالا ثم لا تجد أيها هو المتأخر، وذلك أنه لم يقل قد رجعت عن قول السابق أو لا أقول في المسألة إلا بكذا وكذا على وجه الحصر. فهنا لا يمكن أن نقول قوله الأخير كذا، ما لم يكن هناك يعني نقلة يمكن أن يميز بها قوله المتقدم عن القول المتأخر كالشافعي في الجديد والقديم، الجديد ما كان في مصر والقديم ما كان في العراق والشام، هذه مرحلة زمنية فيها جديد وقديم. أما ما لم يصرح فيه بالرجوع وما لم يصرح فيه بالحصر فإنه لا يعد رجوعا، وهذه مسألة أصولية مهمة في التعامل مع أقوال أهل العلم. قال: وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل السنة والجماعة، لأن المذهب الصحيح الواجب الاتباع، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. والجواب على السؤال الثالث
وهو أن التأويل طريق سلكه أئمة وعلماء من المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيقول رحمه الله في الجواب على هذا الإيراد، نعم، قال رحمه الله: والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. إذن هذا الجواب الأول، أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح، فالعبرة بما دل عليه الكتاب والسنة لا بقول فلان وقول فلان، لكن ينبغي ألا يحملنا الغلو في تطبيق هذه القاعدة أن نهدر أقوال الأئمة وأن لا نلتفت إلى ما كانوا عليه من تفسيرات وأفهام، لأن من الناس من يغلو في هذه القاعدة ويقول نحن رجال وهم رجال، فيدخل في ذلك برأيه وبنظره مع كونه فاقد الأهلية في النظر في الأدلة، لا من حيث الأصول ولا من حيث اللغة ولا من حيث الدربة والملكة، فيأتي بالعجائب بناء على أنه قد انطلق من أصل وهو نحن رجال وهم رجال، وأن الحق لا يوزن بالرجال، لا، ليس بصحيح هذا، هذا غلو في التطبيق. هذا الكلام صحيح، لكن كل أمر يغلو الإنسان في تطبيقه وينزله على غير محله سيفضي به إلى نوع من الانحراف الذي يوقعه في ألوان من التخبطات والإشكالات. فهذه قاعدة سليمة، لكن ينبغي عدم الغلو في تطبيقها، لا سيما إذا كنا سننظر إلى العقيدة من منظر أن أو من نظر ورؤية أنها ليست محصورة في قول فلان، إنما هي مأخوذة من مجموع أقوال أهل العلم في سلف الأمة، ولذلك العقائد لا تؤخذ على وجه الانفراد، لا يحكي أحد هذه عقيدتي على أنها لي وأنا الذي توصلت إليها، إنما يحكي ما نقله عن سلف الأمة وما كانوا عليه. فالعقائد ليست مسائل يجتهد فيها الإنسان بمفرده ليصل، لا سيما في الأصول والقواعد والأسس التي يبنى عليها العقد، هي ما ينقل مما يتلقى بالنقل لا مما يتوصل إليه بالعقل. فينبغي أن يميز هذا الأمر، وأن يفرق بين مسلك الاعتداد بالنفس وإهدار أقوال الأئمة، وبين مسلك عدم ترك ما دلت عليه النصوص وكان عليه سلف الأمة لكون فلان من العلماء خالفه أو سلك مسلكا مختلفا فيه. نعم. قال رحمه الله: الثاني أننا إذا قابلنا الرجال على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه،
ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. حكم أهل التأويل هذا الوجه أنه إذا كنتم تزنون الحق بالرجال فينبغي أن يوزن الرجال بمن يقابلهم، فلا يسوغ القول مثلا أن الشاعرة فيهم فلان وفلان وفلان وهذا دليل صحة قولهم وسلامة طريقهم، في حين تغيب من يقابل هؤلاء من الأئمة وأهل الفضل الذين لم يقولوا بهذا القول. فالاستدلال على الصحة بالرجال ليس بصحيح. فإذا كنتم ارتضيتم هذا المسلك وهو الاستدلال على صحة الأقوال بقائليها بالنظر إلى قائلها، فنقول انظروا إلى من قال بخلاف هذا، فهذا هؤلاء الأئمة الأربعة، هؤلاء التابعون، هؤلاء الصحابة، ليس منهم من قال بهذا القول، بل كلهم على خلاف هذا القول من إجراء النصوص على ظاهرها وإثبات ما أثبت الله لنفسه وإثبات الله لرسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فأيهما أولى بالاتباع؟ هذا الجمع الكبير ممن لهم لسان صدق في الأمة وقبول وهم أصدق مقالا وأقوى وأرفع مقاما ممن بعدهم، أم هؤلاء الذين قويتم القول وصوبتموه بكونهم وافقوا فيه؟ الجواب لا شك أن النظر إلى المتقدمين ممن زكاهم الله تعالى وأثنى عليهم والأئمة الذين لهم لسان صدق في الأمة من الأئمة الأربعة ومن كان في مرتبتهم ومنزلتهم أولى بالاتباع من غيرهم. نعم. قال رحمه ثم الله قال: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين لا شريك قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتابه إلى آخر ما ذكر، لكن الجواب أن هذا لا يلزم منه صواب القول، لا يلزم منه صواب أقوالهم في كل ما قالوا. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهبوا إليه، يعني لا نتهم مقاصدهم في ما توصلوا إليه من التهجير، بل قد يكون لهم من القصد الحسن والنية الصالحة يشفع لهم عند رب العالمين، ولكن ذلك لا يلزم منه سلامة النتيجة، ولا يلزم منه صحة، ولا يلزم منه صحة الخاتمة والعقل. فينبغي التمييز بين الأقوال وقائلها، لا في الحكم عليهم ولا في تصويب ما قالوا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.